سيداتي أنساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لكم من استاد الإسكندرية العريق، حيث ننقل لكم مباراة كرة القدم بين فريقي نادي الاتحاد السكندري ونادي الزمالك في إطار مباريات الأسبوع رقم 16 من مسابقة الدوري العام للأندية الممتازة. طبعا بالنسبة لموقف الفرقتين، نادي الاتحاد ثواني من المباراة واحنا بناخد مواقعنا امام الميكروفون. زي ما قلت حضراتكم، نادي الاتحاد في المركز 13 برصيد 13 نقطة، فاز في مباراة وتعادل في 11 مباراة. نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 20 نقطة، فاز في 8 مباريات وتعادل 8 مرات. يمثل الفرقتين النهاردة نادي الاتحاد السكندري، بيمثله حسام الدين احمد في حراسة المرمى، خط الظهر مكون من عادل حسن وطارق العشري وسعيد عبد الغفار واشرف اصيل، خط الوسط مكون من اربع لاعبين، حسين عبد الرسول ومحمود عطا وحسن مرسي واشرف احمد، اما الهجوم فمكون من سعد عثمان وماهر اسد. بيمثل نادي الزمالك النهارده حسين السيد في حراسة المرمى، خط الظهر مكون من تامر عبد الحميد وخالد جلال وهشام يكن واحمد رمزي وهشام ابراهيم، خط الوسط مكون من رضا عبد العال وعفت نصار وحسين عبد اللطيف، وخط الهجوم مكون من احمد الشاذلي وابراهيم يوسف. ايضا النهارده بيلعب في خط ظهر نادي الزمالك كاخر لاعب، ودي هجمه خطيره من ناحيه اليمين طالع حسين السيد وبيمسك. بالنسبه للاعب في منظور استاد اسكندريه هيبقى نادي الزمالك بفانيلته المعروفه على ايدك اليمين، ونادي الاتحاد بفانيلته الخضراء على شمالك. الكره مع رضا عبد العال، بتتلعب سريعه، نقله سريعه عن اشرف اصيل، لعبها طويله اماميه عن سعد عثمان لكن بياخدها فريق الزمالك. هشام ابراهيم بيلعبها لحسين عبد اللطيف، بتتقطع وتروح لحسين عبد الرسول، لكن دفاع الزمالك هشام وابراهيم بيلعبوها لاحمد رمزي لحسين عبد اللطيف. لسه الكره جوه الملعب، هشام يكن، هشام يكن بينقلها لحسين عبد اللطيف. عفت نصار النهارده بيشترك
بعد غياب طويل احمد الشاذلي وعفت نصار. وفي رايه وفي صفاره نتيجه لتسلل عفت نصار. يبقى مره ثانيه هنقول تشكيل فريق نادي الزمالك. حسين السيد حراس المرمى وابراهيم يوسف بيلعب اخر واحد في خط الظهر، وقدامه تامر عبد الحميد وخالد جلال وهشام يكن واحمد رمزي، وموجود في نص الملعب رضا عبد العال وعفت نصار وهشام ابراهيم واحمد الشاذلي وحسين عبد اللطيف. المباراه كانت ابتدت من حوالي 4 دقائق، وجمهور اسكندريه النهارده مالي تقريبا معظم المدرجات الوسطى في استاد الاسكندريه، جمهور لا باس به. درجه الحراره الحقيقه هنا درجه ممتازه، يمكن حوالي 19 20 درجة تقريبا، والشمس طالعة وجو ممتاز جدا. الكرة مع رضا عبد العال ماشي وبياخد فاول على نمرة 5 حسن مرسي. رضا عبد العال أمامية بيطحها الباك اليمين عادل حسن ماشي خالد جلال. رضا عبد العال بيرجعها تاني لخالد جلال عاليه ووقف على صدره خالد. عفت نصار ماشي للداخل، عفت ولسه كوره معاه وبيلعبها للباك اليمين تامر عبد الحميد. عفت نصار خلص نفسه كوره كويسه ولعبها لهشام ابراهيم من ناحيه اليمين والاوفر وعاليه وتعدي وتقف قدام مدافعي الاتحاد طارق العاشي وسعيد عبد الغفار وتطلع، لكن بتروح مره ثانيه لنادي الزمالك اللي بيهاجم من ناحيه اليمين واوفر داخل منطقه الجزاء وعاليه وبيطلعها نمره 7 اشرف سعد عثمان. راجع سعد عثمان مع انه بيلعب مهاجم لكن راجع بيساعد الدفاع بتاع نادي الاتحاد. والكره مع حسين عبد اللطيف وعاليه وفي رايه وفي صفاره لتسلل عفت نصار. ضربه حره غير مباشره من داخل منطقه جزاء نادي الاتحاد، بيلعبها حسام الدين احمد حارس المرمى لطارق العشري. ترجع الكوره من حسن مرسي اللي بيلعبها طويله اماميه سعد عثمان وماهر قاسم. وماهر قاسم داخل وبيلعب كوره في الزاويه القريبه عاليه بيطلع بره ضربه مرمى لنادي الزمالك. دي المباراه نمره 9 اللي بيلعبها الزمالك في ظل جهازه الجديد الكابتن ابو رجيله ومعاه كبير اللي هو عبد العزيز قبيل المشرف العام ومعاه كابتن ابو رجيله وباقي الجهاز. 6 دقائق من بدايه المباراه وما تزال النتيجه التعادل 0-0. كره مع رضا عبد العال بيلعبها على هشام يكن اللي واخد مكان في الباك الشمال، واماميه بتخبط في ماهر قاسم وتطلع الكوره بره رمي التماس لنادي الزمالك. رضا عبد العال لابراهيم يوسف لخالد جلال وعلى يمينه تامر عبد الحميد الباك اليمين، وبترجع الكوره مره ثانيه لابراهيم يوسف اللي بيلعبها على الارض لاحمد رمزي. احمد رمزي بيرجع لهشام يكن. هشام يكن بيلعبها عرضيه لخالد جلال اللي ممكن يبتدي هجمه وهيعدي خط السنتر ويلعبها على الارض اماميه في مساحه فاضيه يحاول يوصلها لعفت نصار، لكن بتطول الكوره من عفت نصار وتطلع بره رامي التماس لنادي الاتحاد. يحكم لقاء النهارده الحكم الدولي يحيى البربري وبيعاونه محسن حسيني وعلي المرشدي. و يحيى البربري بيتناقش مع عفت نصار ورمي التماس لعب. رضا عبد العال وقف على فخده ولعبها اماميه بيحاول عفت نصار يحصلها، لكن طارق العشري بيحرسها وياخد ضربة مرمى لنادي الاتحاد. طارق العشري
حسام الدين احمد حارس مرمى نادي الاتحاد، يلعب كره عاليه تقريبا على محيط دايره السنتر في نص ملعب نادي الزمالك. تروح لنمره اربعه حسين عبد الرسول، تتاخد منه وتروح لعفت نصار، وعفت نصار بيحاول يلعبها ناحيه شمال تتخطف، وتروح الكوره لسعد عثمان. سعد عثمان بيحاول يلعب كوره عكسيه بيقطعها ابراهيم يوسف، وتروح مره ثانيه لحسين عبد الرسول اللي بيلعبها لحسن مرسي، طويله اماميه وبغطي احمد رمزي، وتروح الكوره لحسين السيد حارس مرمى نادي الزمالك. حسين متالق خمس ست مباريات اللي لعبهم الحقيقه. خالد جلال لرضا عبد العال في نص ملعب الزمالك، لعبها على جنب لعفت نصار، تتقطع من الباك الشمال اشرف حصيل، محاوله من اشرف احمد اللي بيلعب في شمال خط وسط نادي الاتحاد نمره 8 وتحت 21 سنه. خالد جلال لعبها طويله اماميه، روح لماهر قاسم، ماهر قاسم بيلعبها ناحيه الشمال لمحمود عطا، محمود عطا بيلعب كوره عرضيه وطالع حسين السيد ومسكها حسين وبيلعبها بايده ويبتدي هجمه لكن بيطلعها بره. سعيد عبد الغفار اللي بيلعب قلب دفاع نادي الاتحاد النهارده وهو اللي ماسك احمد الشاذلي مهاجم نادي الزمالك، ورامي التماس لعب احمد رمزي لهشام يكن، يديله مره ثانيه واحمد رمزي يرجعها لابراهيم يوسف لخالد جلال، تطول شويه لكن لسه جوه الملعب ويحصلها خالد جلال ويلعبها مره ثانيه لابراهيم يوسف لهشام يكن. هشام يكن ناحيه شمال يقطعها حسين عبد الرسول ومع احمد رمزي، وفاول على احمد رمزي، ضربه حره مباشره لصالح نادي الاتحاد في نص ملعب نادي الاتحاد. طارق العشري طويله اماميه ياخدها، بيحاول يحصلها سعد عثمان، طويله شويه وتطلع منه بره، رامي التماس لنادي الزمالك. مباراه النهارده مباراه هامه بالنسبه للفريقين، بالنسبه لنادي الاتحاد في المركز ال 13 زي ما قلنا، وبيحاول ان هو يحسن موقعه في جدول المسابقه، ونادي الزمالك النهارده بيحدد مدى امكانيه المنافسه على القمه، خصوصا بعد ما ضاعت منه نقطتين خلال اسبوعين متتاليين امام المحله وامام الاسماعيلي. ولو ان الزمالك الحقيقه لعب مباراتين كبيرتين امام المحله وامام الاسماعيلي، زي ما قلت لحضراتكم نادي الاتحاد بنتائجه حسينا الاسبوعين اللي فاتوا كان تعادل مع اسوان خارج ملعبه، قبل كده كان كسبان اول مباراه ليه، وبيحاول من خلال المباريات المتبقيه لسه احنا في الاسبوع ال 16 فاضل اسبوع على منتصف الدوري وباقي الدور الثاني كله بعد الاسبوع اللي جاي. هشام لحسين عبد اللطيف، هشام ابراهيم لحسين عبد اللطيف، لعبة حلوه لعفت نصار لكن عفت بيعليها ومغطي طارق العشري بدماغه ويكمل الباك اليمين عادل حسن، يروح الكوره لحسن مرسي يلعبها ماهر قاسم بدماغه طويله اماميه، ويرجع خالد جلال لحسين السيد قبل ما توصل لماهر قاسم. حوالي 12 دقيقة 13 دقيقة من بداية المباراة، وما تزال النتيجة تعادل نادي الاتحاد ونادي الزمالك في مباراتهم اللي بتقام في الأسبوع رقم 16 من مسابقة الدوري العام للأندية الممتازة. هتخطف من أحمد رمزي ياخدها اشرف حسين نمره 2، يلعبها لمحمود عطا، محمود
متعطعه على الارض بينيه بتاعها ابراهيم يوسف، وعفت احمد الشاذلي وتتخطف من قدام احمد الشاذلي وتطلع كوره بره. وقع لاعب نادي الاتحاد عادل حسن. في لاعب من نادي الاتحاد لسه ما شفناش مين هو، لان عادل حسن لازال موجود في الملعب ماسك رجله ويظهر يشتكي من تقلص عضلي. ونازل له رجال العلاج الطبيعي في نادي الاتحاد النهارده، موجود في احتياطي نادي الاتحاد محمد عبد العال وسمير فوزي ومؤنس الصاوي والسيد الحداد ومدحت رجب. اما احتياطي نادي الزمالك النهارده في ايمن طاهر واشرف قاسم ومحمد حلمي وسامي الشيشيني وطارق يحيى. في رمي التماس لنادي الزمالك هيلعبها تامر عبد الحميد. مضغطة يطلعها بره، رمي التماس لنادي الزمالك. ورمي التماس طويلة وتنط داخل منطقة الجزاء وتروح لعفت نصار، وعفت نصار بيلعبها لحسين عبد الرسول، ولعبة خلفية من أحمد الشاذلي تطلع بره، ضربة مرمى لنادي الاتحاد. بيلعب نادي الاتحاد 4-4-2 بوجود 4 لعيبة في خط الوسط و2 مهاجمين. أما نادي الزمالك بيلعب 5-3-2. إبراهيم يوسف آخر واحد وقدامه 4 لعيبة. في نص الملعب رضا عبد العال وعفت نصار وهشام ابراهيم اللي بيتبادل مكانه في نص الملعب هو واحمد رمزي، لان احمد رمزي صانع لعب ممتاز وبيزود عدد لاعبي خط الوسط في فريق نادي الزمالك. عفت نصار، تامر عبد الحميد بيلعب كره عاليه داخل منطقه الجزاء، لكن حسين عبد الرسول بيطلعها بدماغه وتروح الكره لسعد عثمان اللي بيرجعها لمحمود عطا لحسين عبد الرسول. طويله اماميه لحسن مرسي وكان في مساحه فاضيه، لكن تطلع الكره بره، رمي التماس لنادي الزمالك. حوالي 16 دقيقه من بدايه الشوط الاول وما تزال النتيجه تعادل الاتحاد والزمالك بدون اهداف. التغيير الاول لنادي الاتحاد نمرة 14 مؤنس الصاوي هينزل مكان سعيد عبد الغفار. سعيد عبد الغفار طلع لأنه كان بيشتكي من إصابة في عضلة رجله الشمال، ونزل مكانه مؤنس الصاوي. تغيير اضطراري لنادي الاتحاد بعد حوالي 17 دقيقة من الشوط الأول. هشام ياكم بيرجع كورة لحسين السيد، وحسين بيلعب كورة طويلة بعد دائرة السنتر، مغطي طارق العشري وبتطلع كورة من طارق العشري بره، رمي التماس لنادي الزمالك. عفت نصار لسه، عفت نصار يرجعها ورا واوفر عاليه والشمس في عين، وكانت فرصه بقول الشمس في عين حارس مرمى نادي الاتحاد حسام الدين ابراهيم، لكن ما استفادش منها احمد الشاذلي. ترجع الكوره لابراهيم يوسف اللي بيرجعها بدماغه لحسين السيد. خالد جلال لرضا عبد العال، راجع رضا عبد العال يستلم كرة من خط ظهر نادي الزمالك ابراهيم يوسف.
حسين السيد. حسين بايده لتامر عبد الحميد، وفاول لصالح نادي الزمالك. تعب الكره على طول رضا عبد العال لتامر عبد الحميد في موقف هجومي، بياخد وفاول على تامر في اعصار او كعبله لطارق العشري. ضربه حره مباشره لنادي الزمالك، بتلعب على طول لحسام الدين احمد حارس مرمى نادي الاتحاد. هشام ياكم بدماغه، تامر بدماغه، حسين عبد اللطيف وسط ثلاثة، حسين تروح منه، تروح للباك اليمين لأشرف أصيل لابس نمرة 2 أشرف أصيل، ورمي التماسي نادي الاتحاد حسين عبد الرسول، تطلع كرة بره رمي التماسي لنادي الزمالك، بيسيبها احمد رمزي لهشام يكن. هشام يكن بيلعبها لحسين السيد، حسين مرة تانية بيلعب كرة لهشام وهشام بيرجع له. طارق العشري بيشترك مع احمد الشاذلي، بتروح الكوره عند ابراهيم يوسف لتامر عبد الحميد لابراهيم يوسف، على الارض حلوه لاشرف نصار اللي بيحاول يلعبها لكن بتطلع كوره بره قبل تامر عبد الحميد ما يحصلها، ورمي التماس لنادي الزمالك لنادي الاتحاد. اشرف اصيل اللي هيلعب رميه التماس، تامر بدماغه وبيكمل عليها خالد جلال. اشرف اصيل ورميه التماس لنادي الزمالك، هيلعبها تامر عبد الحميد الباك اليمين اللي بيرجعها لهشام يكن. هشام لحسين السيد لخالد جلال، وخالد جلال طويلة أمامية بتوصل داخل منطقة جزاء نادي الاتحاد، وبيطلع عليها حسام الدين أحمد حارس المرمى اللي بيمسكها ويشوطها على طول. إبراهيم يوسف أخر شوية في لعب الكرة اللي فاتت ديت، لكن رجع إبراهيم صلح نفسه تاني ولعبها كورة كويسة لأحمد رمزي لحسين عبد اللطيف، تتقطع من حسين عبد اللطيف وترجع لهشام يكن. هشام يكن بيلعبها على يمينه لخالد جلال لتامر لهشام إبراهيم. حسين عبد اللطيف، حسين عبد اللطيف تتخطف من حسين عبد اللطيف وتروح لسعد عثمان، مرة تانية لسعد، سعد بيرقص للداخل ويسيبها لحسين عبد الرسول. حسن مرسي، عادل حسن اللي بيلعب باك يمين ولابس نمره 3، لابس نمره 3 عادل حسن وبيلعب باك يمين في دفاع نادي الاتحاد السكندري. تطلع كره بره رامي التماس لنادي الزمالك، لعبها هشام يكن لحسين عبد اللطيف لرضا عبد العال، ورضا لاحمد رمزي ومش معدول احمد رمزي، وتطلع كره منه بره رامي التماس لنادي الاتحاد. محمود عطا بيرجعه يحيى البربري، سعد عثمان، ابراهيم يوسف مغطي طويله من نمره 3 عادل حسن، بيسيطر عليها ماهر قاسم من ناحيه الشمال في وسط 2 من مدافعي نادي الزمالك، ورجعها ورا لاشرف اصيل، واشرف اصيل لعبها عرضيه لكن ابراهيم يوسف بدماغه، تروح الكرة مرة تانية لمؤنس الصاوي اللي لعب مكان سعيد عبد الغفار، وفي فاول على هشام ابراهيم.
ضربة حرة مباشرة لنادي الاتحاد. هيلعب الضربة الحرة المباشرة أشرف أصيل. دماغه هشام إبراهيم. هشام يكن مغطي. شوطة جامدة أشرف أصيل لكن عالية بره. ضربة مرمى لنادي الزمالك. عرفت نصر هو متقدم دلوقتي ومعاه احمد الشاذلي، لكن عرفت نصر بيتبادل التقدم هو واحمد الشاذلي. وفي خط ظهر خط وسط نادي الزمالك رضا عبد العال وحسين عبد اللطيف وهشام ابراهيم. وكره مع رضا عبد العال يلعبها لهشام ابراهيم، ورضا عبد العال مره ثانيه ولعبها حلوه حلوه. وعفت نصار ماشي وجنبه تامر عبد الحميد. وفاول على نمره 13 طارق العاشي. الفاول خارج منطقه الجزاء على شمال الخط العمودي اللي نازل من على خط المرمى اللي بيحدد حدود منطقه الجزاء. الكوره احسن من الكورنر كتير وراح لها احمد رمزي. وحوالي 25 دقيقة من الشوط الأول. يلعبها أحمد رمزي لحسين عبد اللطيف اللي بياخد منه مرة ثانية أحمد رمزي. وأوف سايد اثنين. حسين عبد اللطيف ودفاع نادي الاتحاد طلع بسرعة وخلى حسين في موقف تسلل. وضربة حرة غير مباشرة لنادي الاتحاد. يتلعب على طول لحسام الدين أحمد حارس المرمى. حارس مرمى نادي الاتحاد. هشام يكن طارق العشري يروح لنمره 8 اشرف احمد اللي بيلعب في شمال خط وسط نادي الاتحاد. واشرف احمد لاعب ناشئ وصاعد تحت 21 سنه. ورامي التماس لنادي الزمالك اللي هيلعبها الباك اليمين تامر عبد الحميد لهشام ابراهيم. هشام ابراهيم لعبها طويله اماميه يروح لاحمد الشاذلي لكن بيطلعها منه محمود عطا. واحمد رمزي بدماغه لكن مره ثانيه محمود عطا. هشام يكن ابتدائيه كبيره جدا بيقطع كوره ويلعبها لرضا عبد العال. رضا عبد العال بيلعبها بمساحه فاضيه لاحمد الشاذلي لكن طارق العشري مغطي. وطارق بيلعبها بثقه لكن ما كملتش من طارق العشري وعاوز يلعبها طويله اماميه عن ماهر قاسم وتطلع كره بره. رامي التماس لنادي الزمالك. تامر عبد الحميد الباك اليمين يرجعه يحيى البربري من مكان خروج الكوره. رضا عبد العال بتطلع من نمره 14. مؤنس الصاوي يطلعها بره. رامي التماس لنادي الزمالك. مؤنس الصاوي نزل مكان سعيد عبد الغفار بيلعب قلب دفاع نادي الاتحاد او السنتر هاف باك. الكره مع حسين عبد اللطيف يطلعها مؤنس الصاوي. مغطي ابراهيم يوسف واوفسايد. اوفسايد خط ظهر نادي الاتحاد بعد انتهاء الهجمه بيطلع بسرعه بيكون لسه فراودة نادي الزمالك ما طلعوش وما تنبهوش لخروج خط الظهر وطلوعهم مسرعا عشان يحطهم في موقف تسلل. حسين عبد الرسول 28 دقيقة من الشوط الأول وما تزال النتيجة تعادل 0-0 بين الاتحاد السكندري ونادي الزمالك. الكرة عرضية بيحاول حسن مرسي حصلها ومعاه احمد رمزي وياخد حسن مرسي اوت. رامي التماس اتلعب لسعد عثمان وتطلع من سعد عثمان بره وتبقى رامي التماس لنادي الزمالك. هشام يكن يرجعها لحسين عبد اللطيف. النهارده الاستاد
احداث اسكندريه في احسن صوره له. استاذ عبد القادر مرسي مدير الاستاد ويعاونه الحاج عبد السلام العمراوي مشرف النظام والاشراف. الحقيقه استاد اسكندريه مشرف جدا. الكره مع حسين عبد اللطيف وهجمه من ناحيه شمال لرضا عبد العال وكره مشتركه ولسه كره داخل الملعب والحكم بيقول العب. وحسين عبد الرسول بيلعبها اماميه لسعد عثمان اللي بيوقفها كويس. يلعبها لحسين عبد الرسول خدها هشام ابراهيم ويلعبها لعفت نصار لاحمد الشاذلي لهشام لاحمد رمزي ناحيه الشمال ويقدر يلعب منها كره كويسه لكن مغطي دفاع الاتحاد. لسه كره مع الزمالك حسين عبد اللطيف بيلعبها لاحمد رمزي تيجي الكره في محمود عطا وتطلع بره رامي التماس لنادي الزمالك. هجمه كانت خطره من ناحيه الشمال منطلق كان رضا عبد العال وداخل من ناحيه الشمال زي ما قلت لحضراتكم لكن الكره كانت مشتركه بينه وبين حسين عبد الرسول وتتقطع ورامي التماس للزمالك احمد رمزي يطلعها بدماغه الباك اليمين عادل حسن بره رمي التماس لنادي الزمالك. عفت نصار واحمد رمزي يلعبها احمد رمزي لعفت نصار ولسه عفت نصار بيلعبها لرضا عبد العال. رضا عبد العال بيحاول يلعبها عرضيه لتامر لكن تتقطع تروح الكره لسعد عثمان يشترك معاه تامر عبد الحميد وياخدها وتروح الكره لرضا عبد العال وبيلعبها على يمينه لاحمد الشاذلي واحمد الشاذلي بيلعبها عرضيه وخطره جدا خطره جدا جدا لو رضا عبد العال اتنبه ليها شويه لكن برافو حسام الدين احمد حارس مرمى نادي الاتحاد انقذ كوره عرضيه خطيره جدا اخطر كوره لغايه دلوقتي من الفرقتين. 30 دقيقه من الشوط الاول كره احمد الشاذلي العرضيه كانت خطره جدا بينقذها حسام الدين احمد حارس مرمى الاتحاد. سعد عثمان هو وهشام يكن وهشام يكن بيلعبها من قدامه تطلع الكره بره رامي التماس لنادي الاتحاد. حسين عبد الرسول حسين عبد الرسول حاطط بلاستر على دماغه يظهر كانت عنده اصابه. الكره مع حسين عبد الرسول بيلعبها طويله اماميه في العمق ما فيش غير حسين السيد حارس مرمى نادي الزمالك بيطلع ويمسكها على طول. حسين السيد بيلعبها لخالد جلال رضا عبد العال حسين عبد اللطيف ياخدها سعد عثمان يلعبها لحسن مرسي يرجعها حسن مرسي محمود عطا ومعاه احمد الشاذلي واحمد الشاذلي حاطط جسمه كويس ومسيطر على الكوره وفاول على حسن مرسي حاطط الكوره بين رجليه الاثنين وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. احمد رمزي ورضا عبد العال ورضا عبد العال بيحرجها لاحمد رمزي واحمد رمزي هيلعب الاوفر داخل منطقه الجزاء وبدماغه طارق العشري بيطلعها وبيحاول هشام ابراهيم يلعبها لكن تطلع منه بره رمي التماس لنادي الاتحاد. طارق العشري لاشرف اصيل طويله اماميه مغطي خالد جلال تخبط الكوره في ماهر قاسم وياخدها ماهر قاسم على حدود منطقه الجزاء من ناحيه الشمال. خالد جلال بيلم نفسه ويلعبها لتامر عبد الحميد اللي بيلعبها طويله اماميه تروح لاشرف اصيل وتتخطف من اشرف اصيل ويلعبها رضا عبد العال حلوه قوي لعفت نصار لكن تكعبل الكوره في رجل عفت ويلاقيها قدامه طارق العشري. طارق العشري بيلعبها لحسن مرسي لكن في لعبه فرمله من الباك اليمين تامر عبد الحميد وترجع الكوره لابراهيم يوسف هشام يكن وهشام يكن عاوز يلعبها لاحمد رمزي لكن ورا خلفيه وتطلع بره الكوره رمي التماس لنادي الاتحاد.
حوالي 33 دقيقة من الشوط الأول، وما تزال النتيجة تعادل 0-0 بين الاتحاد والزمالك. مؤنس الساوي تروح منه كورة، ياخدها رضا عبد العال، يلعبها طويلة أمامية لعفت نصار، وعفت نصار مهاراته كويسة لكن مغطي سعيد عبد مغطي مؤنس الساوي. ترتد كورة وهجمة لنادي الاتحاد. حسن مرسي لعب كرة عكسية حلوة وخالد جلال بيطلعها بدماغه، بيكمل عليها هشام ابراهيم، تروح للكرة لمحمود عطا، رضا عبد العال، رضا عبد العال بيلعب كرة في مساحة فاضية لأحمد الشاذلي اللي بينجح في انه يوصل للكرة فعلا، وفاول على طارق العشري، زقة من طارق العشري في ظهر أحمد الشاذلي، وضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. أحمد رمزي معاه كرة وهيلعبها أحمد رمزي، بيسقطها برجله الشمال مظبوطة أحمد رمزي دايما، داخل منطقة جزاء نادي الاتحاد وفعلا أحمد رمزي بيلعبها ويحاول حسين عبد اللطيف لكن خطف منه سعيد عبد مؤنس الساوي بيطلعها، وتوصل الكرة لهشام ابراهيم، واوف سايد بيستخدم لغايه دلوقتي خط ظهر نادي الاتحاد السكندري. مسات التسلل بنجاح في احمد الشاذلي بيشتكي وطلع بره الملعب جنب الخطوط جنب خط المنتصف، رايح له دكتور ممدوح مصباح وذو الفقار الجمل، ان شاء الله يتعالج ويرجع الملعب احمد الشاذلي. في فاول على اشرف اصيل في نص ملعب نادي الزمالك، واحمد الشاذلي بيطلب نزول الملعب وبيصرح له يحيى البربري الحكم الدولي. ضربه حره مباشره لنادي الزمالك تتلعب لخالد جلال، مغطي محمود عطا، وبيرجع الكرة لحسام الدين أحمد حارس مرمى نادي الاتحاد. طارق العشري بيرجع طارق العشري لحسام الدين أحمد حارس مرمى الاتحاد اللي بيرميها بإيده لأشرف أصيل. أشرف أصيل لمؤنس الساوي، وبيرقص مؤنس الساوي، تروح الكرة لحسين عبد الرسول على الارض لاشرف اصيل، يحاول اشرف اصيل يلعبها لكن يقطعها هشام ابراهيم، وراجع معاه حسن مرسي اللي بيلعبها لمؤنس الساوي طويله اماميه لسعد عثمان، ومعاه هشام ياكن، ومحل عليها هشام ياكن لغايه لما تطلع بره، وياخد ضربه مرمى هشام ياكن. حوالي 37 دقيقه من الشوط الاول وما تزال النتيجه التعادل 0-0. حسين السيد لخالد جلال، هشام ابراهيم طويله يقطعها طارق العشري بدماغه وتروح لحسن مرسي لسعد عثمان لحسن مرسي، ملعوبه حلوه بينهم هما الاثنين، وكره عرضيه جميله على حدود منطقه جزاء نادي الزمالك، وداخل مؤنس الصاوي بيطلع هشام ابراهيم لكن حاطط رجله مؤنس، الكرة تيجي في هشام ابراهيم وتطلع الكرة ضربة مرمى من ناحية الشمال لنادي الاتحاد. 37 دقيقة على ساعتي، وباقي حوالي 8 دقايق على انتهاء الشوط الأول، وما تزال النتيجة التعادل 0-0 بين الاتحاد والزمالك في واحدة من مباريات ثلاثة النهاردة بتلعبوا في ختام مباريات الأسبوع رقم 16 من مسابقة الدوري العام. الكورنر من ناحية الشمال، وحسن مرسي اللي هيلعب الكورنر برجله اليمين، وطالع اشرف اصيل، وطالع محمود عطا، بيقرب له مؤنس الساوي، مفيش حد متقدم من نادي الزمالك غير عفت نصار، بيطلع بدماغه هشام، والاوفر مره ثانيه وخطره، وفي صفاره وفي دفعه من لاعب نادي الاتحاد قبل الكوره ما تروح في اتجاه حسين السيد. كرة تتلعب للشاذلي، أحمد الشاذلي يستعجل
تروح مره ثانيه للشاذلي لاحمد رمزي، لعبها بره رجله ناحيه الشمال لحسين عبد اللطيف، لخالد جلال. خالد جلال على الارض بيلعبها لعفه نصار، لرضا عبد العال، بينيه لكن قريها محمود عطا ويقطعها، يلعبها عكسيه حلوه حلوه قوي محمود عطا، اشرف احمد اللاعب الناشئ اللي ما يقدرش يوقفها. كانت باصه جميله وتغييره ملعب حلوه من محمود عطا، لكن تطلع كوره بره. هشام ابراهيم معاه كوره، يلعبها لعفه نصار لكن وتروح مره ثانيه لهشام ابراهيم. الباك الشمال وتروح معه وكره خطره وداخل منطقه جزاء نادي الاتحاد، لكن واقع مؤنس الصاوي وواقع رضا عفه نصار، واقعين هما الاثنين. الكره كانت في منتهى الخطوره على نادي الاتحاد، لسه واقع مؤنس الصاوي وعفه نصار، الاثنين واقعين داخل منطقه جزاء نادي الاتحاد، ونازل لهم بوبو جهاز نادي الاتحاد شحته مدير فني وبوبو مدير كوره، وطلعت وعادل البابلي لعيبه نادي الاتحاد مدربين، ومعاهم جابر خليل مدرب حراس مرمى، والدكتور مصطفى فضل وعبدو ابو العلا لعلاج اصابات الملاعب. الاثنين قاموا سلام عفه نصار ومؤنس الصاوي، لكن لسه في اشرف اصيل واقع بعيد شويه في جنب مدرجات الدرجه الثالثه وبيتعالج، ومعاه مصطفى فضل الدكتور مصطفى فضل. وفي ضربه ركنيه لصالح نادي الزمالك من ناحيه اليمين، وطالع لها ابراهيم يوسف وهشام يكن، واحمد رمزي هو اللي هيلعبها برجله الشمال عشان تلف الكوره، وفعلا لعبها وكره خطره بيطلعها دفاع نادي الاتحاد. لسه الكوره داخل الملعب، راح لها تامر عبد الحميد اللي متاخر شويه في انه رجعها لخالد جلال، عشان كده خالد جلال لعبها مش مستريح. وفي ضربه حره غير مباشره لصالح نادي الاتحاد السكندري، لعبه ضربة حرة غير مباشرة، رافع رجله كان أشرف أحمد، الكرة في نص ملعب نادي الاتحاد قبل خط المنتصف بأقل من نص ياردة. محمود عطا لعبها طويلة، يطلع حسين السيد ويتأكد إنها طلعت بره وعدت خط المرمى من غير ما حد يلمسها عشان ياخد ضربة مرمى لنادي الزمالك. يلعبها حسين لخالد جلال، 41 دقيقة على ساعتي، وباقي حوالي 4 دقايق على انتهاء الشوط الأول، وما تزال النتيجة تعادل نادي الاتحاد ونادي الزمالك بدون أهداف. حسين السيد يلعبها عالية، وفاول على أشرف أصيل حاطط إيديه في ظهر تامر عبد الحميد، وياخد فاول تامر عبد الحميد، ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك، تتلعب على طول هشام ابراهيم. ماشي بالعرض تامر، تتاخد منه، بيرجعها حسن مرسي للجول بتاعه حسام الدين احمد. واقف معاه احمد الشاذلي مهاجم نادي الزمالك. كرة بتعدي ومدي يحيى البربري، ضربة حرة مباشرة لصالح نادي الاتحاد، فاول على تامر عبد الحميد، بتلعب الكرة سريعة وتطلع بره وضربة مرمى لنادي الزمالك. كرة دلوقتي لعب محصور بين منطقة جزاء نادي الزمالك ومنطقة جزاء نادي الاتحاد، مفيش خطورة على المرمى والهجمات ما بتنتهيش نهاية قريبة من منطقة الجزاء. وحسين السيد عادل حسن بدماغه، يروح لهشام ابراهيم يحاول يلعب كرة في عمق
دفاع نادي الاتحاد لكن بتتقطع وتروح الكوره لسعد عثمان. دايما سعد عثمان بيحاول يسيطر على الكوره، بتبعد منه شويه لو يحسن عنده الناحيه المهاريه ديت ممكن يكون احسن من كده. سعد عثمان كتير، حسين عبد الرسول يلعبها لمونس الساوي، يشترك مع احمد الشاذلي وتروح الكوره لرضا عبد العال، لكن مغطي حسن مرسي ورجع كوره حسن وعادل حسن ويسيبها عادل للباك اليمين لجول كيبر بتاعه حسام الدين احمد. اشرف اصيل ماشي، اشرف لناحية الشمال وبيعترضه تامر عبد الحميد، ديستراكشن وضربه حره غير مباشره لنادي الاتحاد، ورافع ايده يحيى البربري الحكم الدولي ومدي فعلا ضربه حره غير مباشره لصالح نادي الاتحاد. حوالي 44 دقيقه من الشوط الاول، ضربه حره غير مباشره لصالح نادي الاتحاد هيلعبها طارق العشري، لعبها على حدود منطقه الجزاء ونقطه الكره ابراهيم يوسف، الكره خطره وتعلى من ابراهيم يوسف ومره ثانيه بدماغه ابراهيم يوسف تروح لحسن مرسي، حسن مرسي بيشوط شوطه جامده فوق العرض، فوق العرض حسن مرسي لاعب كوره فوق العرض، ضربه مرمى لنادي الزمالك. على ساعتي انا انتهى الوقت الاصلي للشوط الاول، الحكم هو المقاتل الوحيد وهو اللي بيضيف الوقت بدل الضايع لزمن المباراه الاصلي، كده بيقول القانون. خالد جلال، خالد جلال على الارض لاحمد رمزي، واحمد رمزي يلعبها طويله اماميه، عمل نفسه هيدي لاحمد الشاذلي وتروح الكوره لرضا عبد العال لحسين عبد اللطيف واحمد الشاذلي ناحيه الشمال، يسيبها لاحمد رمزي، واحمد رمزي عامل هجمه من ناحيه الشمال ويلعبها عرضيه خطره خطره وبيطلع وتقع من ايده، وتقع من ايده الجول حسام الدين، وبيلعب لعبه خلفيه مزدوجه خطره اعتبرها يحيى البربري لعبه خطره، ومدي ضربه حره غير مباشره لصالح نادي الاتحاد. حسين عبد اللطيف يلعبها لعبه خلفيه مزدوجه، اشترك كان مشترك معاه فيها اثنين لعيبه من نادي الاتحاد داخل منطقه الجزاء، واعتبرها الحكم لعبه خطره وضربه حره غير مباشره لصالح نادي الاتحاد داخل منطقه جزاء نادي الاتحاد. لسه محمود عطا واقع وحارس المرمى حسام الدين احمد واقع ايضا، وداخل عبدو ابو العيلة وبوبو مدير الكوره داخل، لكن البربري يحيى البربري الحكم الدولي بيطلعه بره. وضربه حره زي ما قلت لحضراتكم، وضربه حره غير مباشره رافع ايده يحيى البربري الحكم الدولي داخل منطقه الجزاء نادي الاتحاد. بنلعب في الوقت بدل الضايع، داخلين على الدقيقه 47، وبيصفر الحكم الدولي يحيى البربري بانتهاء الشوط الاول من هذا اللقاء بين نادي الاتحاد السكندري ونادي الزمالك في الاسبوع رقم 16 من مسابقه الدوري العام. وزي ما تابعتوا حضراتكم معانا انتهى الشوط الاول بتعادل الفرقتين بدون اهداف. سيداتي انساتي سادتي، استراحه قصيره ثم نعود بعدها لنلتقي بنادي الاتحاد على ايدك اليمين ونادي الزمالك على ايدك الشمال. وبيمثل نادي الاتحاد في الشوط الثاني حسام الدين احمد لحراسه المرمى، وخط الدفاع مكون من عادل حسن وطارق العشري ومؤنس الصاوي واشرف اصيل، وخط الوسط مكون من حسين عبد الرسول ومحمود عطا وحسن مرسي واشرف احمد، اما خط هجوم الاتحاد فمكون من سعد عثمان وماهر ياسر. كان مؤنس الصاوي نزل مكان سعيد عبد الغفار في الشوط الاول. وبيمثل نادي الزمالك في الشوط الثاني حسين السيد لحراسه المرمى، وخط الظهر في الشوط الثاني اللي بيمثل نادي الزمالك هشام ابراهيم مكان ابراهيم يوسف، وتامر عبد الحميد وخالد جلال وهشام يكن واحمد رمزي، خط الوسط
رضا عبد العال وسام الشيشيني وحسين عبد اللطيف. اما هجوم نادي الزمالك في الشوط الثاني فمكون من احمد الشاذلي وعفت نصار. في كره جوه، كره خطره جدا من نادي الاتحاد داخل جوه منطقه الجزاء بتتلعب وتعدي بره، ضربه مرمى لنادي الزمالك في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني. الشوط الاولاني كان سجال من فرقتين وضاعت فرصه كره عرضيه من احمد الشاذلي، وايضا ضاعت كوره من حسن مرسي اللي لعبها فوق العارضه في الشوط الاول. وكان معظم اللعب خلال الشوط الاول محصور في نص الملعب بين منطقتي جزاء الفرقتين. زي ما قلت لحضراتكم، الاتحاد على ايدك اليمين بالفانيلا الخضراء، ونادي الزمالك على ايدك الشمال بالفانيلا البيضاء. ونادي الاتحاد عمل كام تغيير في الشوط الاولاني، ونادي الزمالك عمل تغيير في بدايه الشوط الثاني، خرج ابراهيم يوسف ونزل مكانه سامي الشيشين، وهيلعب هشام كره عرضيه برضه خطره صالح حسين السيد. هيلعب هشام ابراهيم اللي كان بيلعب في خط الوسط في الشوط الاول، هيلعب اخر واحد في خط ظهر نادي الزمالك ومكان ابراهيم يوسف، وهيبقى سامي الشيشيني هو مكان هشام ابراهيم في نص الملعب. كره مع احمد رمزي من ناحيه الشمال، ومعاه الباك اليمين عادل حسن، ولسه كره مع احمد رمزي، وتيجي الكره في رجل عادل حسن الباك اليمين لنادي الاتحاد وتطلع بره. رامي التماس رامي التماس لنادي الزمالك. رضا عبد العال والحكم بيقول مفيش حاجه، ومدي ضربه ركنيه، ضربه ركنيه لنادي الزمالك من ناحيه الشمال. حوالي 3 دقائق من بدايه الشوط الثاني ويلعب الضربه الركنيه خلفيه لاحمد رمزي اللي بيلعبها داخل منطقه الجزاء، وكره بدماغه احمد الشاذلي. احمد الشاذلي بدماغه بره، ضربه مرمى لنادي الاتحاد. من أسرة مذيع إذاعة شباب الرياضة موجودين هنا في استاد القاهرة الزميل عبد الباري زاهر، ومعه المعلق الرياضي الزميل محمود بكر، وأخبرونا بأن نتيجة مباراة الإسماعيلي والكروم في الشوط الأول هي التعادل بدون أهداف. مباراة بينقلها إذاعة شباب الرياضة من الإسماعيلية الزميل مصطفى الكيلاني. في رمي التماس لنادي، ضربة حرة غير مباشرة لنادي الاتحاد. طارق العشري لعبها عالية، يطلع حسين السيد ويمسكها على طول. أحمد الشاذلي بيريحها لرضا عبد العال، رضا عبد العال بدماغه. طارق حسن مرسي بيرجعها بدماغه، بتروح لهشام يكن لسامي الشيشيني اللي لعب في الشوط الثاني، لحسين عبد اللطيف ناحية الشمال اللي بيرجعها لأحمد رمزي. وهات وخد هو واحمد رمزي، حسين عبد اللطيف واحمد رمزي، واحمد ماشي من ناحيه الشمال ولعبها عرضيه خطره وبتعلى ليه بيعليها؟ ليه عفت؟ عفت نصار بيعلي كوره، يطلع دفاع نادي الاتحاد وتوصل الكوره لسامي الشيشيني مره ثانيه. وفي رايه وفي صفاره نتيجه لتسلل عفت نصار. نادي خط ظهر نادي الاتحاد ظابط الاوفسايد. اشرف اصيل، حسن مرسي، لعبه عكسيه لاشرف اصيل اللي بيلعبها لنمره 8 اشرف احمد، لكن تامر عبد الحميد بيعلي، وداخل نمره 9 محمود عطا اللي واقع على ظهره، واقع داخل الملعب محمود عطا، وبيصفر الحكم الدولي يحيى البربري لانه شايف ان اصابه اللاعب فيها شيء من الخطوره ومش متعمدها. وما زال له الدكتور مصطفى فض. جهاز نادي الزمالك مكون من اللواء عبد العزيز قبيل المشرف العام، ابو رجيله
مدير فني وحلم طولان مدرب، دكتور ممدوح مصباح وذوالفقار الجمل علاج اصابات الملاعب. اما جهاز نادي الزمالك فمكون من شحته مدير فني وبوب ومدير الكوره وطلعت وعادل البابلي مدربين وجابر خليل مدرب حراس مرمى ودكتور مصطفى فضل وعبد ابو العيله لعلاج اصابات الملاعب، ولسه محمود عطا بيتعالج لكن جوه الملعب، وهنستأنف اللعب برميه التماس ويلمها تامر عبد الحميد قبل الاوت، تطلع الكوره رمي التماس لنادي الزمالك مره ثانيه. تامر عبد الحميد الباك اليمين وحوالي 6 دقائق من الشوط الثاني وما تزال النتيجه التعادل 0-0 بين الاتحاد والزمالك في الاسبوع رقم 16 من مسابقه الدوري العام للانديه الممتازه. ضربه مرمى لنادي الاتحاد يلعبها جول كيبر بتاعه حسام الدين احمد بطارق العشري اللي بيدينه مره ثانيه. بيلعب نادي الزمالك 4-4، نادي الاتحاد 4-4-2، ونادي الزمالك بيلعب خمسة ثلاثة اثنين. بيلعب هشام ابراهيم دلوقتي اخر واحد وفي هجمة نغطي هشام يكن، بيلعب هشام ابراهيم اخر واحد في خط الضهر وقدامه خط مكون من تامر عبد الحميد وخالد جلال وهشام يكن واحمد رمزي. خط الوسط فيه رضا عبد العال وسامي الشيشيني وحسين عبد اللطيف. ينضم اليهم احيانا عفه نصار عشان يزيد عدد لاعبي خط الوسط، لانه عدد المقابل لاعبي خط الوسط في نادي الاتحاد 4، عفه نصار بيسقط مع خط الوسط عشان يعمل توازن العددي وبيكمل بعد كده في الهجوم مع احمد الشاذلي. نادي الاتحاد هجمه وماشي وفاول على حسين عبد اللطيف. ويحيى البربري بيستدعي حسين عبد اللطيف وفعلا بيديله انذار. جمهور هنا واعي جدا واول ما اللاعب وقع بيقول انذار انذار انذار. وضربة حرة مباشرة لنادي الاتحاد. فات حوالي 8 دقائق من الشوط الثاني وما تزال النتيجة التعادل بدون أهداف بين الاتحاد والزمالك في الأسبوع رقم 16 من مسابقة الدوري العام. و شوطة في عمق الدفاع وطالع حسين السعيد. نزل سمير فوزي ايضا في هجوم نادي الاتحاد في الشوط الثاني، كان من ضمن اللاعبة الاحتياطيين. وطلع سعد عثمان. سمير فوزي لابس نمرة 10. كرة مع حسن مرسي، محمود عطا بيطلعها طويلة بره رمي التماس لنادي الزمالك. ومحمود عطا كان مشترك معاه عفت، كان مشترك معاه حسين عبد الرسول. ومحمود عطا نازل له كابتن عبد ابو العلا والدكتور مصطفى فضل. وكان احتياطي نادي الاتحاد محمد عبد العال وسمير فوزي ومؤنس الساوي والسيد الحداد ومدحت رجب. ونزل مؤنس الساوي في الشوط الاول ونزل سمير فوزي في الشوط الثاني، ويبقى كده نادي الاتحاد عمل تغييرين بتوعه. اما نادي الزمالك فعمل تغيير واحد بنزول سامي الشيشيني مكان ابراهيم يوسف. وهيلعب سامي الشيشيني او لعب من بدايه الشوط الثاني في خط الوسط مكان هشام ابراهيم. وهشام ابراهيم تغيير داخلي في صفوف الفريق، رجع وبقى اخر واحد في خط ظهر نادي الزمالك. محمود عطا ورمي التماس لنادي الاتحاد
كرة مع سمير فوزي تروح لحسن مرسي، مصطفها رضا عبد العال، تروح كرة لسمير فوزي بيزقها بجوز الجزمة لحسن مرسي وتروح تاني لسمير فوزي، يلعبها عرضية قطرية ناحية الشمال إلى أشرف أحمد ما يوقفهاش، ومغطي تامر عبد الحميد الباك اليمين لسامي الشيشيني، لسامي الشيشيني لحسين عبد اللطيف لرضا عبد العال، وتطلع الكرة من رضا بره رمي التماس لنادي الاتحاد أشرف أصيل، خالد جلال بدماغه تروح لمؤنس الصاوي، يغطي هشام يكن بدماغه، حسن مرسي بدماغه هو واشرف اصيل، لكن هشام ابراهيم بيلعبها على طول وكره خطره وطالع عده نصار متقدم وخارج الجول كيبر حسام الدين احمد اللي بيلعبها بره برجله، رمي التماس لنادي الزمالك من ناحيه الشمال عفت نصار يلعبها لاحمد رمزي، واحمد رمزي عرضيه حلوه واحمد الشاذلي بيحاول يلعبها بدماغه لكن مغطي نمره اثنين اشرف اصيل ويطلعها بره اشرف، ضربه ركنيه لنادي الزمالك من ناحيه الشمال بتلعب الكره بسرعه لاحمد رمزي اللي عامل كام كره عرضيه خطره، لكن برافو حسام الدين احمد حارس مرمى نادي الاتحاد قضى على الخطوره ولعبها بقبضه ايده وتروح الكره لاحمد رمزي اللي بيلعبها لسامي الشيشيني يلعبها له حلوه سامي لكن مستعجله شويه، كان اتحرك احمد رمزي وبياخد احمد رمزي انذار بدون اي داعي. اوفسايد مظبوط ورايه وصفاره. محسن الحسيني اللي ماسك فراوده نادي الزمالك في الشوط الثاني مدي رايه على ان احمد رمزي اوفسايد ومصفر يحيى البربري على انه اوفسايد وبيعترض احمد رمزي وبياخد انذار. وقبليها احمد رمزي عامل كورتين ثلاثه كويسين جدا جدا بالعرض، مش عايزين اللاعب يضيع الحاجات الحلوه اللي بيعملها بتصرف بسيط جدا وبياخد عليه انذار بدون اي داعي. احمد رمزي من اللعيبه الممتازين الحقيقه، واجب ان هو لعيب دولي لازم يمسك اعصابه ويعرف ازاي يحافظ على اعصابه منها تثار لاي سبب من الاسباب. حوالي 13 دقيقة من الشوط الثاني وما تزال النتيجة التعادل 0-0 بين الاتحاد والزمالك. كورة مع أشرف أصيل بيلعب كورة عرضية على رايحة بدماغه لكن بيطلعها هشام إبراهيم. محمود عطا بدماغه على جنب بيحاول يحصلها. تطلع كورة بره رامي التماس. نادي الزمالك بيهاجم من ناحيه الشمال حسين عبد اللطيف كره عرضيه مؤنس الصاوي لعب كره اماميه ماهر قاسم واوفسايد على عفت نصار. النهارده عفت نصار اكتر لاعب في فريق نادي الزمالك واقع في مسيرات التسلل و سعد عثمان مهاجم نادي الاتحاد هو اللي موجود اللي خرج حسين عبد الرسول. حسين عبد الرسول هو اللي خرج في الشوط الثاني. تروح الكره لعفت نصار. عفت نصار مضغوط عليه من اشرف اصيل ومن محمود عطا ولسه الكره مع نادي الزمالك ناحيه الشمال احمد رمزي. احمد رمزي ماشي وعامل نشاط كبير احمد رمزي في الجبهه الشمال هو وسام الشيشيني. يطلعها مونس الساوي الى اشرف احمد. لأشرف أصيل يحاول يلعب كرة عكسية عند ماهر قاسم لكن ما توصلوش وترجع كرة لحسين السيد اللي بيلعبها لخالد جلال لرضا عبد العال طويلة أمامية حسين عبد اللطيف. حسين عبد اللطيف طويلة شوية بيقطعها طارق العشري لأشرف أحمد لسمير فوزي عاوز يلعب هات وخد هو وأشرف أحمد لكن ما فيش الكورة مظبوط في رجل سمير فوزي ياخدها دفاع نادي الزمالك وفاول على سعد عثمان. سعد عثمان فاول
على سعد عثمان مهاجم نادي الاتحاد، وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. هشام ابراهيم، هشام ابراهيم بيلعبها على الارض لعفت نصار، وعفت نصار يلمها ويديها لحسين عبد اللطيف، وبالتالي اللي داخل حسين عبد اللطيف يشوط شوطه حلوه لكن بره على يمين حسام الدين احمد، ضربه مرمى لنادي الاتحاد. حوالي 16 دقيقة من الشوط الثاني وما تزال النتيجة تعادل 0-0 بين الاتحاد والزمالك. حسام الدين أحمد، خالد جلال بدماغه، اطلع اطلع اطلع، هشام يكن بدماغه، سامي الشيشيني، وسامي الشيشيني تخبط في رجله الثابتة وتبعد عنه الكورة، وياخدها مونس الصاوي ويلعبها طويلة عكسية، لكن هشام إبراهيم برافو يا هشام، مغطي ويرجع حسين عبد اللطيف، عامل مجهود كبير برضه حسين عبد اللطيف الحقيقه، يلعبها لتامر عبد الحميد، لكن سمير فوزي بيقطعها ويلعبها لاشرف اصيل لسمير فوزي، وبيرجعها تامر عبد الحميد اللي بيكتسب خبره الحقيقه تامر من مباراه لاخرى، بيكتسب خبره كويسه ولاعب يفرح ناشئ في صفوف نادي الزمالك، مستواه بيتحسن من مباراه الى مباراه. الكره مع مؤنس الساوي، يلعبها لاشرف قصيم، ومعاه رضا عبد العال، يلعبها في مساحه خاليه لسمير فوزي وهشام يكن، وياخدها سمير فوزي والحكم يقول مفيش حاجه، وماشي سمير وبيطلع فيها ويلعب عليها من 12 ماهر قاسم، لكن مغطي معاه هشام ابراهيم، وضربة مرمى لنادي الزمالك. الكورة كانت خطرة جدا جدا من ناحية الشمال. عدى سمير فوزي ولعبها عرضية لماهر قاسم. وماهر قاسم كان مضايقه هشام إبراهيم ومشترك معاه وخلاه يحط الكورة بره أوت. ضربة مرمى لنادي الزمالك بتلعب على طول حسين السيد وترجع له اللي بيشوط على طول بإيده. مغطي طارق العشري. هشام إبراهيم. والمباراة واخدة طابع السرعة من بداية الشوط الثاني تقريبا، الكرة مش اوف سايد، وفاول وفاول مد فاول يحيى البربري على ماهر قاسم لصالح خالد جلال، ضربة حرة مباشرة تتلعب على طول، ورضا عبد العال يرجع الكرة لحسين السيد. حسين عبد اللطيف لرضا عبد العال، سامي الشيشيني، وفاول فاول داخل محمود عطا، كرة كانت طويلة منهم هما الاثنين، واعين هما الاثنين، وجنبهم كمان أشرف أحمد، محمود عطا من الاتحاد وأشرف أحمد من الاتحاد واعين، ومعاهم سامي الشيشيني من نادي الزمالك واقع على الأرض، وبيستدعوا له رجال الإسعاف والعلاج، ونازل عبده ابو العلا والدكتور مصطفى عطاط. وحوالي 20 دقيقه من الشوط الثاني وما تزال النتيجه التعادل 0-0، قاعدين الاتحاد في المركز 13 برصيد 13 نقطه، فاز الاتحاد في مباراه واحده وتعادل 11 مره ولم يحالفه التوفيق في ثلاث مرات هزم فيهم. الزمالك في المركز الرابع برصيد 20 نقطه، فاز في 8 مباريات وتعادل 4 مرات ولم يحالفه التوفيق ايضا في 3 مباريات، له 19 هدف الزمالك وعليه 6، اما نادي الاتحاد له 6 اهداف وعليه 10. في ضربه حره مباشره لصالح نادي الزمالك على بعد حوالي 17 يارده تقريبا من خط منطقه الجزاء، وهنشوف مين اللي هيلعبها فيه، هشام يكن ورضا عبد العال واحمد رمزي،
بيخبوا الكوره عن دفاع وحارس مرمى نادي الاتحاد، وبيشوطها احمد رمزي تخبط في الحيطه وترد لهشام ابراهيم، واوف سايد واوف سايد. وهنا الشاهد بوب بيجري بره في التراك زي اللاين مان وبيقول اوف سايد اوف سايد. والحكم مصفر طبعا مش عشان خاطر بوبو بيقول اوف سايد، بيقول اوف سايد، لكن هو بوبو شايفها انها اوف سايد قبل اللاين مان ما يرفع الرايه، فبينادي بيقول اوف سايد اوف سايد. قطع الحكم مش سامعه ولا اللاين مان سامعه، ضربه حره غير مباشره لتسلل عفت نصار، واللي هيلعب الاوف سايد طارق العشري. ضربه حره غير مباشره، هشام ياكم بدماغه وتروح لاشرف اصيل، يشترك معاه الباك اليمين تامر عبد الحميد، وتطلع الكره بره رمي التماس لنادي الاتحاد. حوالي 21 دقيقه من الشوط الثاني وما تزال النتيجه تعادل الفرقتين، الاتحاد والزمالك بدون اهداف. سعد عثمان، سامي الشيشيني بياخدها ويحصلها سامي، ويلم تاني لجوه الملعب ولعبها للخارج، حاول لعبها للخارج لاحمد رمزي اللي كان متقدم لكن ما تروحلوش، وتوصل الكرة لحسام الدين احمد حارس مرمى نادي الاتحاد. طارق العشري اللي بيلعب اخر واحد في خط ظهر نادي الاتحاد، بيلعب كرة في مساحه فاضيه اماميه لسمير فوزي، تطلع منه بره اوت وتبقى رامي التماس لنادي الزمالك. خالد جلال لعبها لسامي الشيشيني، سامي الشيشيني بيلعبها عرضية للباك اليمين تامر عبد الحميد لأحمد الشاذلي لتامر عبد الحميد، بيلعب لعبة الفرملة محمود عطا، تروح الكورة لأشرف أحمد ماشي من ناحية شمال، أشرف أحمد داخل عليه هشام ياكم، وتخبط الكورة في أشرف أصيل وتطلع بره رمي التماس لنادي الزمالك. تامر عبد الحميد يسيبها لهشام ياكم، حسين عبد اللطيف لسه الكورة جوه الملعب، أحمد الشاذلي، وأحمد الشاذلي حاطط جسمه كويس بين الخصم وبين الكورة، وبياخد تاول أحمد الشاذلي. ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك، ٢٣ دقيقة من الشوط الثاني وما تزال النتيجة التعادل 0-0 بين الاتحاد والزمالك، وضربة حرة مباشرة للزمالك، يلعبها رضا عبد العال، يلعبها أمامية لأحمد رمزي، ويطلعها طارق العشري، وبدماغه تامر عبد الحميد، ومدي أوف سايد، أوف سايد، ظابط خط ظهر نادي الاتحاد، مصيدة التسلل لفراودة نادي الزمالك. مباراة اعتزال لاعب كرة السلة الدولي عصام أبو العنين، لاعب نادي الاتحاد السكندري والمنتخب القومي، إن شاء الله هتقام يوم الخميس 10 يناير سنة 1991 بين الاتحاد والزمالك. أشرف أحمد وهشام ياكن، ورجع الكورة لحسين السيد. نادي الزمالك بيطلب تغيير الثاني، محمد حلمي انا شايفه واقف على الخط بيطلب التغيير، ده يبقى التغيير الثاني لنادي الزمالك، التغييرين في خط الوسط، وماشي احمد رمزي من ناحيه الشمال، وماشي بسرعه احمد رمزي وبيغطي الباك اليمين عادل حسن، هنشوف مين اللي هيطلع تغيير تكتيكي هيعمله ابو رجيله، يمكن الاهلي حسين عبد اللطيف هو اللي طالع يحاول انه يبعث النشاط والحيويه في خط وسط نادي الزمالك. نزل محمد حلمي مكان تامر عبد الحميد، تغيير مدافع بلاعب خط وسط، هينزل فريش او طازه محمد حلمي،
مكان تامر عبد الحميد الباك اليمين. محمد حلمي لابس نمرة 4. الكرة تطلع برا خمس تماس لنادي الزمالك. محمد حلمي اللي هيلعب رمية التماس. محمد حلمي لسه نازل دقيقة 26 من الشوط الثاني. بيلعب دلوقتي متقدم سمير فوزي. بيلعب معاه مان تو مان هشام يكن. وهشام ابراهيم مغطي واخر واحد. ورجع حسين عبد اللطيف من خط الوسط للظهير الايمن مكان تامر عبد الحميد. ضربة حرة مباشرة لنادي الاتحاد. طارق العشري اللي هيلعبها. سابها لعادل حسن. وتروح لنمرة 12 ماهر قاسم. ومعاه هشام ابراهيم. وتمشي كرة عرضية وخطرة. وتخبط في دفاع نادي الزمالك. وحصلها خالد جلال. وتروح الكرة لرضا عبد العال اللي بيتجه بيها للداخل ولاعب سروق طويلة أمامية. ما يحصلهاش عرفت نصار. ويطلع حسام الدين احمد حارس مرمى نادي الاتحاد ويديها لطارق العشري. وطلع طارق العشري اماميه لاشرف لسعد عثمان لسمير فوزي وداخل منطقه جزاء ويطلعها عشان يكمل من قدام وبره. ضربه ركنيه لنادي الاتحاد. أو هجمتين في دقيقة واحدة لنادي الاتحاد. صحصحة جمهور نادي الاتحاد. الضربة ركنية لصالح الاتحاد من ناحية اليمين. يلعبها أشرف أحمد برجل الشمال وطالع حسين السيد ويمسكها حسين. برافو يا حسين. حسين حارس مرمى. حسين السيد حارس مرمى نادي الزمالك متألق المباريات الأخيرة. حسين عبد اللطيف اللي لعب مكان تامر عبد الحميد ورا. تغيير داخلي في صفوف نادي الزمالك بعد خروج تامر عبد الحميد الباك اليمين ونزل محمد حلمي. ورامي التماس لنادي الزمالك. حسين عبد اللطيف و28 دقيقة من الشوط الثاني. وما تزال النتيجة تعادل 0-0 بين الاتحاد والزمالك. كرة مع سامي الشيشيني وفاول على اشرف احمد. ضربه حره مباشره لصالح نادي الزمالك. وحوالي 29 دقيقه وباقي 16 دقيقه على انتهاء المباراه حسب ساعتي. محمد حلمي يلعب كوره داخل منطقه الجزاء وخطره داخل احمد الشاذلي بدماغه وتطلع كوره بره. ضربه مرمى لنادي الاتحاد. خط الظهر الفرقتين هو اللي متحمل عبء المباراه مع محاولات من خط وسط الفرقتين لخلق مساحات وتوصيل الكره للمهاجمين. لكن ما شفناش برضو لغايه دلوقتي خطوره حقيقيه نقدر نقول عليها انها خطوره حقيقيه على المرميين. اشرف اصيل بيتحجز وبيتحجز اشرف اصيل وفاول على حسين عبد اللطيف. ضربة حرة مباشرة لنادي الاتحاد في نصف ملعب نادي الاتحاد. وطارق العشري لعبها يطلعها بدماغه خالد جلال. ونمرة 5 حسن مرسي. وطالع احمد الشاذلي بيحصلها ما تطلع كرة بره وبيحاول ياخدها لنفسه. ووصلها لرضا عبد العال بيخلصها برضه وتخبط الكوره في رجل اشرف اصيل وتطلع بره. ضربه ركنيه لنادي الزمالك. جاءنا الامن الزميل
عبد الباري زاهر باذاعه شباب الرياضه ان محمد صلاح ابو كريشه احرز هدف الاسماعيلي الاول في الدقيقه 35 من الشوط الثاني من المباراه بين الاسماعيلي والقروم، ليتقدم الاسماعيلي بهدف بلا شيء في مباراتهم اللي بتقام في الاسماعيلي. يطلع حسام الدين احمد حارس مرمى نادي الاتحاد وبيمسك الكوره، واقف معاه احمد الشاذلي مهاجم نادي الزمالك، وبيلعب حسام الكوره عاليه وفي فاول على هشام يكل. جاء ماهر قاسم مهاجم نادي الاتحاد، وضربه حره مباشره لنادي الاتحاد من حوالي 40 يارده، واقف جنبها حسن مرسي اللي حركها لمؤنس الصاوي، وحسين عبد اللطيف بيقطعها وتروح الكره لرضا عبد العال وبيطلعها بره. مؤنس الصاوي رمي التماس لنادي الزمالك. 32 دقيقه من الشوط الثاني، ما تزال النتيجه هنا في اسكندريه بين الاتحاد والزمالك التعادل بدون اهداف، ورمي التماس لنادي الزمالك. ويحيى البربري الحكم الدولي سمع بقى المره دي بوبو وهو بيوجه فرقته، فاداله تحذير واشار له اشاور له ان هو يقعد في مكانه. ورضا عبد العال بيلعب كره حلوه وتمريره، لكن بيقطعها دفاع نادي الاتحاد. سعد عثمان بيلعب كره اماميه، خالد جلال بيلعبها لمحمد حلمي، محمد حلمي على الارض لسامي الشيشيني، وسامي الشيشيني بيشوط من اكتر من 40 يارده شوطه ضعيفه وبره، وضربه مرمى لنادي الاتحاد. مسافه كبيره قوي يا سامي الحقيقه، سامي ليه لمسات كويسه وبيقدر يعمل زاويه تمرير لنفسه جديده خالص في عكس اتجاه اللعيب اللي رايح عليه، وبيكسب بيها ارض ولمسه ليها بصمه من هذا اللاعب. ضربة مرمى لنادي الاتحاد. طارق العشري. عالية وتعدي وشامية كان بدماغه. مؤنس الصاوي. يلعبها عكسية. حاول يحصلها سعد عثمان. لكن بتطلع كرة بره وتبقى رمي التماس لنادي الزمالك. ناحية الشمال. أحمد رمزي. علي المرشدي هو اللي ماسك راودة نادي الاتحاد في الشوط الثاني. الفاول على عادل حسن الباك اليمين لنادي الاتحاد. يمد الحكم يحيى البربري الحكم الدولي جنب الكورة ويمد فاول لصالح نادي الزمالك. ناحية الشمال جنب مدرجات الدرجة الثالثة في استاد اسكندرية. كورة بين أحمد رمزي ومحمد حلمي. عفت نصار بيلعبها برجله الشمال لأحمد رمزي اللي لعبها عرضية واطية تخبط في رجل حسن مرسي، وتروح الكورة ضعيفة لحسام الدين أحمد. بين حسين عبد اللطيف ياخدها بعقل حسين عبد اللطيف، لكن تطول منه تروح لخالد جلال لسامي الشيشيني. خدها اشرف اصيل، وماشي اشرف اصيل وهنشوف بيعمل ايه. اشرف اصيل بيشوط من حوالي 35 يارده او اكتر، شوطه ضعيفه تطلع بره، وبيدي انذار لهشام يكل. قطعا اعترض ايضا بدون داعي، معرفش هشام يكن عمل ايه بالظبط، لكن حكم يحيى البربري بيديله انذار. بتتلعب ضربه المرمى على طول ورجعها خالد جلال لحسين السيد، و35 دقيقه من الشوط الثاني، وما تزال النتيجه التعادل 0-0 بين الاتحاد والزمالك. واحمد الشاذلي بيجري على كوره ومغطي ومش بتلعب كوره عرضيه وخطره جدا لاشرف نصار، واشرف نصار اشرف عفت نصار
بيجيب الجول الاولاني لنادي الزمالك في الدقيقه 35. عفت نصار احتجاج من لعيبه نادي الاتحاد، كوره الحكم جنب كوره شايف كل حاجه، وهي يمكن في الاعاده هتبقى واضحه لان كوره جايه من الخلف للامام، كره جايه من الخلف للامام. بنقول في قاعده التسلل لسه في احتجاج من لعيبه ان اللاعب يعتبر متسلل اذا كان إذا تواجد خصمين له أقرب لخط مرمى الخصم من الكورة. ملناش تعليق على قرار الحكم لأن الحكم هو قاضي الملعب وهو الفيصل في قراره. الحكم يحيى البربري مدي جول ولا زال في احتجاج من لاعيبة نادي الاتحاد. وعلى ساعتي فات حوالي 37 دقيقة من الشوط الثاني. وفي سيطرة من رجال الأمن على مجريات الأمور داخل استاد الإسكندرية. لسه رجال الشرطه وحفظ النظام في استاد اسكندريه بيفضوا الملعب، لكن الحقيقه في سيطره كامله من رجال الامن في نادي في استاد اسكندريه. والحقيقه كلامنا مش هيودي ولا يجيب، لكن كلام الحكم وقرار الحكم هو اللي هيتنفذ، هو اللي بيمشي على اللعيبه وعلى كل الحاضرين في هنا في استاد اسكندريه. لسه ما استأنفناش اللعب، والحكم يحيى البربري مدي قرار باحتساب الهدف لصالح نادي الزمالك. وبيشاور الحكم يحيى البربري للاعيبة نادي الاتحاد وبيدي انذار للاعب منهم، هم الحقيقة ملمومين حواليه ما اعرفش الانذار لمين. ما يصحش يا اخوانا، ما يصحش ابدا. لازم دي مباراه رياضيه، والرياضه وسيله للتقارب، ولابد ان العقلاء بيتدخلوا في الوقت المناسب. والحكم مره ثانيه بيحط الكوره على خط المنتصف لكي يلعب نادي الاتحاد الضربة الموضوعية بعد إحراز الهدف. لسه برضو في مازال، أنا شايف كابتن شحتة نازل. برافو، أنا بعتبر أن المدير الفني اللي بينزل يهدي فرقته وبيديهم تعليمات لاستئناف المباراه كابتن شحته، روح طيبه جدا من الكابتن شحته وكابتن بوبو ايضا. ولعب نادي الاتحاد الضربه الموضوعيه، وعلى ساعتي كان دلوقتي احنا في الدقيقه 40 حسب ساعتي انا، والحكم هو اللي بيضيف الوقت بدل الضايع
من زمن المباراة، والكرة مع مشتركة بين سامي الشيشيني وأشرف أصيل، وتروح الكرة لأشرف أحمد. والحقيقة في جمهور من رجال الشرطة قدامنا، ويمكن تقريبا الرؤية محجوبة عننا هنا، ومش شايفين حاجة غير بالكاد بعض مساحات من ملعب استاد اسكندرية. ونأمل ان المكان يخلق امامنا عشان نقدر نقدم لحضراتكم الوصف التفصيلي للي بيحصل في الدقائق المتبقية من هذه المباراة. المباراة كانت ماشية نظيفة جدا، ما فيش فيها اي علامة من علامات الخشونة، ونتمنى انها تنتهي زي ما ابتدت هذه المباراة بصرف النظر عن مين الكسبان ومين الخسران. في فاول لصالح نادي الاتحاد، ضربة حرة مباشرة لنادي الاتحاد، هيلعبها طارق العشري، ومتقدم كل نادي الاتحاد، لعبها أمامية وكرة بيلعبها بظهر خلفية بظهر دماغه سعد عثمان، لكن بيمسكها حسين السيد. وبيشوط بدماغه مؤنس الصاوي، مرة تانية الكرة بتتلعب أمامية وبترتد هجمة، وفاول لصالح نادي الاتحاد. هي الرؤية يعني بالنسبة لنا هنا تكاد تكون منعدمة، وضربة حرة غير مباشرة لنادي الاتحاد. طارق العشري يسقطها داخل منطقة الجزاء، وطالع حسين السيد ويمسكها حسين السيد. يمسكها حسين السيد. وبيشوطها حسين عالية بدماغه الباك اليمين عادل حسن، لأشرف أصيل اللي بيعليها برجله الشمال. أشرف أحمد ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن يكون ده مكان رؤية نقدر نوصف منه باقي الوقت. دي ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك، لنادي الاتحاد، اللي هيلعبها سمير فوزي. شوف سمير فوزي ومسكها على طول حسين السيد. رضا عبد العال ياخدها الباك اليمين عادل حسن. في رمي التماس لنادي الاتحاد، لعب طويلة بيطلعها محمد حلمي بدماغه، صعد كرة تانية مرة تانية وداخل حسين السيد. برافو يا حسين، وبيدي فاول على ماهر قاسم لصالح حسين السيد. وحوالي 44 دقيقة من الشوط الثاني على ساعتي، غير الوقت الضايع اللي ضاع بعد إحراز نادي الزمالك لهدفه، واللي هيضيفه الحكم لوقت المباراة، وله مطلق التقدير لهذا الوقت بدل الضايع. فاول ضربة حرة غير مباشرة لنادي الاتحاد، واللي هيلعبها طارق العشري. والفرقتين تقريبا داخل منطقة جزاء نادي الزمالك، وبيطلع أحمد رمزي وبيطلع سامي الشيشيني. كرة مشتركة بين عادل حسن وبين أحمد الشاذلي، تروح مرة ثانية الكرة لأحمد الشاذلي اللي بيرقص وبيلعبها طويلة أمامية، مغطي طارق العشري، وفاول على عفت نصار. حا
حاطط رجله عفت نصار، عشان كده يعتبرها الحكم يحيى البربري لعبه خطره ومدي ضربه حره غير مباشره لصالح نادي الاتحاد. وعلى ساعتي انا انتهى الوقت الاصلي وهنلعب في الوقت بدل الضايع. لعب الكوره على طول داخل بيطلعها دفاع نادي الزمالك وبيكمل عليها حسين عبد اللطيف، لكن بترتد مره اخرى واشرف اصيل بيلعب كوره خلفيه تروح لماهر قاسم بيطلعها دفاع نادي الزمالك، تروح الكوره لرضا عبد العال لوحده، ورضا عبد العال بينقلها لاحمد رمزي المتقدم من الخلف للامام وبيلعب كوره عرضيه احمد رمزي وممكن تكون خطره جدا، ومصفر مصفر يحيى البربري وبيقول ان عفت نصار ساند ساند وما حسبش الجول. يحيى البربري وما تزال النتيجه تقدم نادي الزمالك بهدف لا شيء جابه عفت نصار في الدقيقه 37 من الشوط الثاني. لسه النتيجه زي ما هي، تقدم نادي الزمالك بهدف جابه عفت نصار في الدقيقه 37. الكره مع رضا عبد العال ناحيه شمال دي لاحمد رمزي بيقطعها سعد عثمان الى حسن مرسي، حسن مرسي طويله اماميه ناحيه اليمين ويشترك فيها محمد حلمي وتروح الكوره وتوصل لسامي الشيشيني، تتخطف من سامي الشيشيني لاشرف اصيل واشرف اصيل بيرقص للداخل وبيلعب كوره بالعرض مش لحد، مفيش غير احمد رمزي اللي راجع وبيسيب الكوره عشان ياخد رمي التماس وفي نفس الوقت بياخد كام ثانيه يستهلك بيهم الوقت. زي ما قلت لحضراتكم داخلين على الدقيقه، نلعب في الدقيقه 47 داخلين على الدقيقه 48 وكانت المباراه توقفت عقب احراز نادي الزمالك لهدف في الدقيقه 37. كره مع مؤنس الصاوي بتاعها محمد حلمي بياخدها محمد حلمي يلعبها بيحاول يلعبها لاحمد الشاذلي تطلع بره رمي التماس لنادي الاتحاد. سعد عثمان بيعلي كوره داخل منطقه جزاء نادي الزمالك وبيلعبها كوره بدماغه نمره 12 ماهر قاسم وتطلع كوره بره ضربه مرمى لنادي الزمالك. ضربة مرمى للزمالك يلعبها حسين السيد لهشام يكن ويرجعها مرة ثانية لأن الكورة ما كانتش خرجت خارج حدود منطقة الجزاء. وأحمد رمزي هيلعب ضربة المرمى. تروح الكورة لعفت نصر اللي لعبها بدماغه لحسين عبد اللطيف وماشي حسين عبد اللطيف وبتطلع الكورة بره من حسين عبد اللطيف وتبقى رمي التماس لنادي الاتحاد. اشرف اصيل فاول على خالد جلال ضربه حره مباشره لنادي الاتحاد 49 دقيقه على ساعتي. وطارق العشري داخل منطقه الجزاء وطالع حسين السيد، طالع حسين السيد الكره تقع من ايد حسين السيد لكن في صفاره، في صفاره من يحيى البربري، كان في لاعب مشترك مع حسين السيد وحسين السيد وحسين ومدي الحكم فاول على فراوده نادي الاتحاد ماسك ايده حسين السيد واقع لكن الحمد لله سليمه حسين السيد قام وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. وبترجع الكوره طلعها حسين لهشام وهشام بيرجع حاله لحسين السيد اللي بيشوط يحصلها احمد الشاذلي ويرجعها في اتجاه جوله وتطلع الكوره بره رمي التماس لنادي الاتحاد. محمد حلمي بره الملعب بدماغه رمي التماس لنادي الاتحاد مره ثانيه هيلعبها نمره 7 سعد عثمان لحسن مرسي مع احمد رمزي
وحسن مرسي معدي ولعبها عرضيه ويطلع حسين السيد. برافو يا حسين، كوره كانت في منتهى الخطوره لنادي الاتحاد. بيطلع حسين السيد وبينط اعلى من اي دماغ موجوده او اي محاوله للعب كره بالهيد، وبيمسكها وبيشوط حسين السيد. عادل حسن لحسين عبد اللطيف لسامي الشيشيني، سامي الشيشيني لعفت مسار لسمير فوزي. سمير فوزي بيمشي الحكم اللعب، بتروح الكرة لسامي الشيشيني اللي بيرجعها من 40 ياردة لحسين السيد. حسين السيد على ساعتي أنا 51 دقيقة. بترجع الكرة لحسام الدين أحمد اللي بيشوط شوطة عالية بيلعبها بدماغه محمد حلمي، ومهنس الصاوي بدماغه بيطلع دفاع الزمالك. مغطي طارق العشري بيلعب الكرة بدماغه، ومرة تانية بدماغه برضه طارق العشري. أحمد رمزي بيريحها لرضا عبد العال اللي بيلعبها أمامية لعفت نصار، ومغطي معاه مهنس الصاوي ويسيبها مهنس الصاوي ياخد رمي التماس يلعبها على طول لعادل حسن الباك اليمين، لكن محمد حلمي بيلعبها على طول من لمسة واحدة. وفاول على محمد حلمي. فاول على محمد حلمي، ضربة حرة مباشرة لنادي الاتحاد على بعد حوالي 15 17 ياردة من خط منتصف طارق العشري، وسقطها داخل منطقة الجزاء، وطالع حسين السيد وتقع الكرة من ايده وبتطول و كورة تطلع بره مثل يحيى البربري كورنر. وانتوا حضراتكم شايفين معايا ممكن يحصل ومد الحكم ضربة ركنية لنادي الاتحاد من ناحية اليمين وحنفي في الثواني. ما اقدرش اقول فات غير ان انا اذكر الوقت اللي اتلعب 53 دقيقة، بنلعب في الدقيقة 53. ورمي التماس لنادي الاتحاد. تتلعب رمية التماس وسمير فوزي بدماغه وداخل خالد جلال، وبيطلع دفاع الزمالك وبيرد دفاع الاتحاد، ومرة تانية بيطلع الكورة دفاع الزمالك بعيدة لأبعد مسافة في الملعب، وياخد رمي التماس ويحاول حسام الدين أحمد حارس مرمى الاتحاد إن هو يلعب الأوت، لكن سابها لعادل حسن باك اليمين. وبيصفر يحيى البربري بانتهاء هذه المباراة بفوز نادي الزمالك بقى.